أهلا مرة أخرى، نستقبل الفنانة التونسية سعاد الشهيبي. فسعاد الشهيبي، الأمس أقمنا مع حوار مباشر، ولكن لسوء الحظ لم كان هناك خطأ. وقبل أن نمر إلى الفنانة سعاد الشهيبي، فلا بد أن نعتذر لضيف الأمس، لأننا أدرجنا أنه من شيلي، وكان العكس، لا، لم يكن من شيلي، فكان من المكسيك. لذا سنعتذر له علانية. سير ارتيست تاكسي لمدريد لايت، باردن بور الايرور ديسليزادو سي بايس اي مكسيكو، فيفا مكسيكو. ونمر إلى الأستاذة والفنانة بالطبع سعاد الشهيبي. أهلا بك سعاد، نعتذر لك مرة أخرى عن حادث الأمس. فكما تعلمون وتعلمين أننا قناة عصامية، فإذا التجربة دائما ترينا ما هو جديد، فلم نمر بمعاهد. فالمعذرة الأستاذة والأخت والفنانة سعاد، في حبذا لو تعيدي أن تعرفي نفسك لجمهورنا، فهناك متتبعون، لأن البرنامج ولو أنه عفوي فقد بدأ يأخذ مجراه. وبعدك مباشرة، بعد نصف ساعة أو لا أعلم، إذا كان ضيفنا الآتي، أي الأستاذ سعيد تكشوط، وهو باحث في ميدان الفن وطالب باحث من درجة عالية، وهو من مغاربة العالم، سنستضيفه بالطبع بعدك. فهذا هو برنامجنا ضيف اليوم. فأهلا بسعاد الشهيبي مرة أخرى بتونس الزيتون، تونس الخضراء، تونس أبو القاسم الشابي، تونس هاي من هاي من أجل هذه اللحظة. وفعلا حتى أنا هرمت من أجل هذه اللحظة، لأمرر رسائل الحب ورسائل التضامن للعالم أجمع في هذه اللحظة، في لحظة النكبة الصحية بالطبع التي يعاني منها العالم، والكل تحت الحظر، فكلنا متضامنون، فلنحافظ على الآخر ولنفكر في الآخر. سأمر للفرنسية. لانفيتي سو جور سي سعاد الشهيبي، ارتيست بانتر دو لا تونيزي. شابو بور لا تونيزي، شابو بور لا تونيزي فيرت كوم اون دي، ابو القاسم الشابي لو بويت، لا ريفوليسيون تونيزيان كي دي اون افيي اون افيي بور سيت انستان لا. Et comme ça, je vais traduire intégralement ce que j'ai dit en arabe. C'est comme ça, parfois, la chaîne s'ouvre pour tout le monde. Et merci à tous qui nous supportent pour qu'on atteigne ce point-là où on nous sommes, pour dialoguer avec les artistes du monde, avec les humains à travers le monde, et inciter toute l'humanité à la solidarité, parce que la solidarité, c'est le futur de l'humanité. Alors, on revient à Sued Chibi. Ahlan bik okht Sued Chibi, wa shukran daiman ala de Sied al-Khata, wa fa inna ki fi'lan fannana wa fannan ma'ruf bi hadha shi. Shukran. Lak al-Khata, okht Sued. خير من نور انها ظروف مباشر تعتبر على البارحه هكذا المباشر هو يفاجئنا. احيي كل المستمعين والمتفرجين لهذا البرنامج، ان شاء الله يلقى نجاح باهر، وعلى الاقل الطبقه المثقفه والعباد الواعيه بكل ما هو انساني وفني. طبعا تضامنا بكل العالم في زمن الكورونا، ان شاء الله ربي يقبل. Toute l'humanité a la solidarité،
parce que la solidarité, c'est le futur de l'humanité. Alors, on revient à Suad Chibi. Ahlan bik ort Suad Chibi wa shukran daiman ala Suad Khata wa ala fa'inna kifi'lan fannana wa fannana ma'ruf bat shi. Shukran. لك الخط أخت ساعة خير من نور أعلم أنها ردود مباشر باعتبار على البارحة هكذا المباشر هو يفاجئنا طبعا أحيي وأحيي كل المستمعين والمتفرجين لهذا البرنامج إن شاء الله يلقى نجاح باهر وعلى الأقل الطبقة المثقفة والعباد الواعية بال كل ما هو إنساني وفني طبعا تضامنا بكل العالم في زمن الكورونا إن شاء الله ربي يخرجنا من هذا الوباء والداء سالمين هو امتحان نعم طبعا سأقدم نفسي سعاد الشيبي تماما تشكيلية أحييك على النشيد الوطني التونسي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر نعم إن شاء الله ربي يستجيب طبعا سعاد الشيبي فنانة تشكيلية بدأت مشوارها الفني عام 90 انطلاقة في المركز الثقافي الإيطالي قمت بعديد المعارض في كل في تونس في خارج تونس أوروبا فرنسا إيطاليا المغرب الجزائر عديد البلدان متحصلة على عديد الجوائز جائزة كورس للفنون والإبداع 2008 من ضمن 5 نساء ناشطات في العالم في المدة الأخيرة جائزة أبو القاسم الشافعي أقام معرض في جائزة أبو القاسم الشافعي عديد المعارض كما تعلمون مشاركوا فيها نشط الأطفال الفن هو رسالة حب ورسالة عشق نوعية الفن متاعي أنا نخدم على كل ما هو روحاني وضبط في العمل الفني يعني مع الأخيرة نخدم على الأخيرة هي ميتاد الفونس نعم تسمعني؟ نعم نعم أسمعك لا أريد أن أقاطعك ليسمع لأن صوتي يغلب نعم مادمت أطأطئ الرأس إلا وأعطي إشارة أنني أسمعك يا فنانة تحية لك قبل كل شيء المشوار الفني لا يهدأ الفنان دؤوب في البحث بتاعه في العالم الروحاني في العالم الإنساني هي مطبقة للفنون لكل الفنون هذا الزمن يعلمنا كبائرة يعلمنا الاعتكاف زمن الكورونا علمنا الاعتكاف لمن يعرف الاعتكاف غصبا عنه أنا أعرف الاعتكاف وما هو الاعتكاف ولهذا معناها درجات الاستقطاب متاع هذه اللحظات هي عادية بالنسبة جدا لأني معناها نجد من المخزون الداخلي متاعي من صفاء الروحي من العالم الداخلي اللي عندي كان كل انسان من العالم نتاعو الداخلي تو الدنيا تتجلى عاليا نعم ما حاولنا ان نحكيو مع انفسنا ومع الاشخاص اللي يشبهونا مع الاشخاص اللي يفهمونا ونعطيو الامل حتى بالامل نعيش ونحيا احنا نعم. محوجنا في الشعوب العربيه الى الامل نعم محوجنا الى لحظات الصدق هذا ندل على شيء يدل على القدرة القادر الأحد اللي خلانا معتكفين في كل العالم الذي يعرف الاعتكاف والذي لا يعرف الاعتكاف نعم طبعا نعم تفضل سيدي لا تكلم اسمعك شكرا على مشاعرك النبيلة فدائما فرسالة الفنان هي التآخي المحبة التضامن شكرا لك كثيرا لأحاسيسك الرقيقة التي نعلمها جيدا و يا حبيبي لو تستسلي في الحديث لكي لا أقاطعك لأنك قطعت نفسك ولكن
لكم دائما الكلمة. ظننت أن سألك تسألني لهذا، لهذا طلبت منك ماذا إن أردت سؤال. طبعا سأخبرك. نعم دائما، نعم سيدتي الفنانة العظيمة أو الإنسانة الشامخة، ماذا لو تطلعين على الأخبار اليومية عن هذا الوباء، وكيف هي معنويات يعني عامة الشعب من الفقير إلى الغني، وليس دائما طبقة معينة؟ بكل صدق أتابع البعض إلا على الافتراض بعض الأخبار، لأننا لسنا في حاجة إلى ما يوجع القلب، يزيد كفانا أوجاع. نعم طبعا أحيانا نشاهد عبر الافتراض على الفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي هذه تخلينا نعرف معلومات، لكن قدر فيه ربي يسير. إن شاء الله الأزمة تتعدى، إن شاء الله يكون طالع خير معناها من خلال هذا اللقاء، إن شاء ربي يشفي الجميع، وربي حتى العباد تتعادل مع أنفسها وتتعادل مع المجتمع، نعم. وتحول الضعف ترجع. على ذكر وسائل التواصل الاجتماعي، يا حبذا، ما رأيكم في الذين يروجون الإشاعات والذين يستهلكونها بغباء مفرط؟ فيا حبذا لو تعطونا رأي في الموضوع، وشكرا. نقول لكم بسببنا اتق الله في الخلق، نعم اتق شكرا. الله في الخلق. طبعا طبعا قد لسنا في حاجة إلى كلام هكذا. يا أيها الذين آمنوا يبقى فيهم بنبأ بنبأ فتبينوا منه. طبعا معناها لابد من تباين من الاخبار التي تباع على وسائل التواصل الاجتماعي، نتاكد من كل شيء، ما ناخذوش كل شيء هكا نصدقوه، على خاطر الانسان عطانا ربي على الاقل ذكاء باش نجموا نميزوا ما بين الغلط والسمين، والاخبار المعروفه جيده. احيانا يخرج الإنسان من الحالة النفسانية اللي هو فيها قدر الأوجاع تؤدي إلى الموت أكثر من الكورونا راهو، والخوف أكثر. اللي خاف بما قدرة الله يتعدى بما إحنا إن شاء الله. شوف نزرع الأمل والدين بالمية، ربي يرحمنا جميعا، يعني يرحمنا نحن جميعا زادة. يلزمنا نتحركوا برواحنا إلى الأمام، إلى نعم. أمل مع في أمان عميق، يخلينا نتأجج في هذه الدنيا، يخلينا نتجلى عالية بعيدا عن الكورونا، ولا هناك أوجاع أقوى من الكورونا في هذه الأسر تمر بها، وهي الكبر والكفاح والنميمة والأشياء هذه مهمة قبيل. نعم يا فنانة، نبحث عن صفاء القلوب، وما فنانة، نبحث عن الحب، نعم يعني نبحث عن الصدق. نعم يا فنانة، وما هي رسالتكم لذاك المثقف أو الفنان الذي تخلى عن دوره وانساق مع الجميع وبقي كمتفرج؟ ما هي رسالتكم إلى هذا الفنان السلبي أو المثقف السلبي؟ يتحرك من موضوع سيدي الفنان، يتحرك حتى حركة نبيلة، حركة تزكي ما نفعل في هذا الزمن. حتى الكلمة الطيبة عندما تزرع الابتسامة ورغم همومك، حتى بصورة جميلة أو بكلمة جميلة أو بحركة، لما لا إن كان لك أموال، لما لا إن هناك أناس عندهم ما عندهم ولا يتحلحزون ولا يتحركون، قل ربي يهديهم. سؤال أخت، نعم سؤال فنانة، ما دمنا فنانين نفكر في الجيل، فما حال التلاميذ والطلبة في
في ظل الحظر الصحي الذي تعرفه كل البلدان. أنا أتكلم عن تونس بالطبع، ما حالهم الآن؟ هل يتابعون الدروس؟ ما هي الإجراءات؟ كلهم معتكف، معناها تم اعتكاف كل الطلبه، معناها من جهتي انا قاعد مع ابناء اختي هنا. نعم. معتكفين يقومون بحركات رياضيه، يقرؤون قليلا كما عانون وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام وهلما جايكم. نعم. قليل من الالعاب. لا انا لس نعم هي فرصه عائلات بعضها على خاطر العائلات تفرقت. نعم انا تكلمت انا تكلم نعم انا تكلمت في المجال التحصيلي، اي في التعليم. فهل وزاره التعليم يعني تتم الدروس بوسائل خاصة أو هناك انقطاع ما يهدد الدراسة؟ وزارة التربية أسنته والجامعة أيضا التعليم العالي أسنته البرمجة عبر وسائل عبر الإنترنت. نعم 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 ربي يوفقهم وربي جميعا وما تكونش معناها أزمة تتعرض إن شاء الله. نعم نعم وسؤال آخر، الأسئلة تتقاطع لا أعلم لما. فهل المواطن التونسي يطبق حالة الحظر الصحي أم هناك خروقات وتجاوزات؟ لحب الاستطلاع لا أقل ولا أكثر. في بعض الأرياف هناك تجاوزات الحقيقة تعرفي، أما في العاصمة في أينما أحكم أنا في منوبة لا توجد اختراقات، مكان فارغ معناها هناك قليل، معناها القضاء الحاجة فقط. أنا أحيانا أخرج من مشي تمشي تمام، لا توجد اختراقات في عديد في بعض الأماكن الشعبية، في بعض الأسواق توجد اختراقات. نعم. سؤال نظرا للنقمة العيش، لا نظرا لما يتطلب هذا الزمن والأطفال وهلهم جرر. نعم. طبعا إن شاء الله ربي يرفق بنا جميعا. نعم. فهل هناك فد فمن للناس الذين يخرقون قلت خارج المدن، فهل هي أزمة تواصل أم أزمة وعي؟ أزمة فقر، أزمة الفقر موجود في كل العالم خاصة في العالم الثالث. أحيانا معناها هذه الاحتكاك كل واحد من جيرانها ما غير ما عندهمش راتب، كما غنى كما غنى الشيخ إمام، هم عائلات فقيرة معوزة. إن شاء الله ربي يرحمنا جميعا ويرحمهم. اللهم آمين. كما غنى الشيخ إمام، أنا لست كافر ولكن الفقر كافر. نعم. نعم. ودائما نسترسل في الأسئلة، فما هو دائما رسالتك إلى العالم أجمع، إلى كل الإنسانية بمختلف الأعراق والديانات والجلود، حمراء صفراء خضراء، ما هي رسالتك للإنسانية؟ فكوني مواطنة عالمية، مواطن عالمي. لكل العالم نقول لابد من الأمل، نقول لهم شدوا ديانكم، شدوا ديانكم، شدوا ديانكم، حافظوا على صحتكم لكي لا يتفشى المرض والكورونا. عافانا وعافاكم الله، إن شاء الله ربي يجزي فينا جميعا، إن شاء الله نتعداو من المحنة على خير وسلامة إن شاء الله. ما هي مشاريعك المستقبلية؟ والله أنا أرسم، دائمة الرسم، دائمة الكتابة، إن شاء الله معرض كبير أجوب فيه لكل العالم إن شاء الله. نعم وحضرت لك
وحدثت لك مفاجأة، وأنني أخذت فيديو من صفحتك وسأنشره علانية، وأنت تتكلمين وترسمين بيدك. هذا من جهة. من جهة أخرى، كما قلنا في الحلقة التي فشلت الصوت، نكسر القواعد، فلتعطي أنت الأسئلة هذه المرة. سأسألك طبعا مشاريعك الفنية أولا وقبل كل شيء. سؤال ثاني، دائما أبحث على الحب، الحب في حياتك، الحب في حياتك الفنية وحياتك الإنسانية وحياتك، ما هو بالنسبة لك الحب؟ نعم، شكرا. أولا، مشاريعي الفنية، فكما يعلم الأغلبية من أصدقائي، فقد انشغلت كثيرا وانغمست في هذه المسألة ديال مسألة البث على المباشر بتقنية القنوات، يعني التلفزية، وفعلا أخذت مني كثير من الوقت. اشتقت إلى الرسم، كتبت بعض القصائد بالخصوص مؤخرا، ولكن لما اشتقت إلى الرسم، أولا التوب، وتحت الحظر الصحي فصعب أن تذهب وتتسوق كما كنت، وإلا ستأخذ. وأنا من طبعي أهيئ إطارات لوحاتي وأختار على شاكلة ما أحب، وهذا هو المشكل، أن الثوب وكذلك بعض الألوان. فكذلك عن المسرح، فتوقفت، كنت أقوم بتكوين الومن شو، يعني المسرح الفردي، لم أتوقف، ولكن السنة الدراسية تمر، وقد تكون مشاركات بعد كورونا. فهذا هو السؤال، ماذا ستكون حياتنا بعد كورونا؟ أما عن الحب، فلولا الحب لما كنت فنان. قد أحب الآخر قبل نفسي، قد ليس من باب هكذا أنا، ومن يعرفني عن قرب يعرف أنني أحب الآخرين، قد أغضب من بعض التصرفات، ولكن دائما كفنان أعود إلى وادي الجميل. أما الحب في الحياة، لولا الحب لما كنا بشر، لأن بالحب وجدنا، سواء كان حب عفوي أو هكذا عن علاقات حب، وكبرنا في الحب. لذا من الطبع خزاننا يكون الحب، ومهما اختلفت بيئاتنا، فإن كان لنا خزان وحب يجري في العروق، حب للطبيعة، للجمال، للبشر، للحيوان، للجو، للكرة الأرضية، ومن الطبع للخالق وللمخلوق بدون استثناء، حب للغناء، حب حتى للرقص، للضحك. فهذا أنا لا أقول مليء بالحب، أو قد أكون مليء بالمتناقضات. فهناك الفنان من جهة، الفنان التشكيلي، هناك المغني، هناك الساخر، ولكن يلتقون جميعا هذا السكان الذين يسكنونني، يلتقون في الإبداع. فتحية إبداعية لك أخت سعاد، وشكرا على السؤال.